هو سنتر للتجميل والتدليك. انا السنتر هذا عملته بمحبه، عملته بغرام، لاني انا بطبيعه اصيل ولايه القصرين، والبلادنا ما شاء الله تزخر برشا بغطائها النباتي المتميز، وانا نحب في غرام كبير مع الاعشاب، وغرام كبير مع الحاجات اللي نحبها. انا حاولت اني الحاجه هذه اللي نحبها، حاولت نخرج للجزائر وخرجت للمغرب وخرجت لمصر، وحاولت نقرا على الاعشاب الطبيعيه، عملت تكوين برشا مرات، حصلت على شهيد قديش من مرة، وتكريمات زادة دولية في مجالي هذا. تلمذت على يد دكاترة معروفين في العالم العربي وعندهم صيت. عملت في الأعشاب، عملت في التقطير الأعشاب واستخلاص الزيوت، عملت في التجميل الطبيعي، تجميل بالأعشاب الطبيعية، تجميل بالحجامة، بالإبر الصينية، تجميل بالخلطات الطبيعية اللي احنا نعملوهم ونحضروهم، وكنت معنا متميزة فيها برشا الحاجات هذه، وصناعة الصابون، وعملت كيف اني كنت مكونة، خرجت للجزائر وكونت كيف في تونس في برشا معارض، عرفت بالبرودوي بتاعي، عملت له ليزاناليز، عرفت بيه كيف معنا كان عنده رواج في عند الناس الكل، والناس الكل مقبل عليه، لاني انا خدمته بغرام، خدمته بمحبه، والحمد لله كالناس الكل تعرضت لبرشا صعوبات. صعوبات اولا كانت ماديه، وتجاوزتها اني كنت صممت اني ننجح واني نقدم، اني ما نتراجعش، معناها راهو رغم انه راهو لازم تحديات في كل حاجه تعملها، يلزمك تتحدى، ويلزمك تكون زادة تعملها بنجاح، والنجاح ما يجيش الا انت تكون عندك ثوابت وقيم تمشي عليها. اسباب يجوا عليهم النساء اللي هي باش تعالج روحها من الناحيه هذه الجماليه والصحيه، كنت سبب، والناس كل تعرف اني كنت سبب اني عالجت برشا في الشعر، عالجت برشا البشرة، وكنت سبب بعلاجات طبيعية متداولة، لكن أنا عملت لها إضافة أخرى، كانت تكون إضافة تميزني في من الجانب هذاك، مش زيوت كهو وإلا مياه كهو ولا، فما إضافة إحنا نضيفوها واجتهادات باش تخليك متميز، باش اللي يجيك يلقى الدواء يلقى النتيجة. بطبيعة الروائح الزكية اللي عنا بتميزنا في السنتر بتاعنا، لأنه أول حاجة إنه كي باش يدخل راي الريحة عندها دور كبير باش تعالج، هذه معالجة أولى. ثاني حاجة باش تحكي مع لي كليون اللي يجوك ولا لي باسيون اللي يجوك، زادا كيف باش تعطيهم ثقة فيك وفي رواحهم، واللي أنت بتمكن واللي باش تنصحهم نصيحة يقبلوها، نصيحة تقبل من الناس معنا ذوي كفاءة، مش اي واحد باش يقنعك. وفميك يدخل العلاج زاد في الحجامه التجميليه، الحجامه الطبيه، هذه زاد كيف عندها دور كبير في برشا علاجات، سيرتو بعد الكورونا برشا ناس يقولك انا نحب نجدد الخلايا نتاعي، راني حاسس بالقل، راني اي ما عنديش انرجي، راني الناس الكل برشا اللي هو شعره طايح، واللي طايح الحديد، واللي عنده فقر الدم، واللي برشا امراض اللي صارت من بعد الكورونا، الناس التجأت للعلاجات البديلة اللي هي العلاجات الطبيعية. يجي الإنسان ويتمكن يقولوا أنا نحب نعمل حجامة، ولا باش نعمل مساج، ولا باش ناخذ من عندك خلطة طبيعية بالأعشاب ومكوناتها أعشاب، بالعسل، بالفاكهة، هذه الكل عندها دور كبير، وعندنا دور كبير إنه كنا ناجحين، مش نقنعوا، أما كنا ناجحين قنعنا، وكان النجاح والحمد لله إنه كانت نتائج طيبة. والسنتر مقبلين عليه برشا نساء اللي الريفيات، اللي برشا بالحق يجيب بحذانا، اللي بالحق المرأة الريفية اللي تخدم البرة وتبدا وجهها يتعب من الشمس ومتعب ومن تجي بالحق باش تلقى عناية مني للبشرة متاعها لشعرها بالحق. ولت المرأة ما فماش هذه مرأة في الريف ولا مرأة ذات دخل محدود، ولا الناس الكل اللي تاخذ الموظفة اللي في الدار اللي في الريف، الناس الكل بالحق التجأت العلاجات البديلة باش تنجم تقولك انا باش ما تضرنيش الحاجات الطبيعية، لي ماسك والحاجات الطبيعية ما تضرنيش، وبالحق وهذا معنى ثابت، هي ما تضرش اذا كان تلقى الطريقة الصحيحة
والنصائح وننصحك كيفاش تستعملها في الحاجه هذيك الوجه. الناس الكل تقبل عليها العلاجات البديله. الكفاءه المهنيه اليوم جونا باش نشوف لهم باش نراقبهم ويعملوا لي تيست على الكفاءه المهنيه في تقطير الزيوت اللي هو مجالي. هذه حاجه تشرفني وفرحانه بها برشا، اللي راه روحي كما كنت انا وتويك انا نطبق فيها بالحق ونعطي الكفاءه المهنيه. حاجه اخرى مهمه برشا حب ننصح بها النساء الكل، مش كي النساء القاصرين، حبي روحك برشا برشا برشا، اهتمي بنفسك برشا، اهتمي ببشرتك، ما تخليهاش تفوت فيك الفوت ومن بعدين تجي تصلحي. راهو حاجات طبيعيه، بدائل طبيعيه، حاجات موجوده في دارك نجمي تهتمي بالبشره بتاعك كل ليله زيد. اهتمي بصحتك، اهتمي بشعرك، اهتمي بروحك، لانه اذا كان نقصتي من اهتمامك بروحك ما عادش تحبي روحك. حتى كي تخزري في المرايه وتري اي حتى دريد صغار، حاجات صغيره في وجهك، تبدا المراه تطيح، نفسيتها تبدا تقل وثقتها في روحها تقل. لكن اهتمي بروحك وبجزئيات في بدنك الكل، اهتمي بها وحبي روحك، حبي عائلتك، وما حبي روحك اكثر من عائلتك، واهتمي بروحك اكثر من عائلتك.